لو انت ابن الكابتن احمد سليمان موجود في الفرقه وحضرتك اللي موجود في اداره نادي الزمالك وابن الكابتن احمد سليمان ما لعبش، فانت بتقول له هيبقى موقفك ايه؟ اه موقف ايه؟ طب ما انا كنت شغال 3 سنين بشتغل مشرف، انا كنت المستشار الفني يعني، كنت عن كل حاجه. كان مرتضى ما بيعملش حاجه غير ما يجي لي، حسين لبيب ما بيعملش حاجه غير ما يجي لي، سياده اللي هو عماد كان رئيس المجلس ما بيعملش حاجه غير ما يجي لي، وانا بقعد مع اللعيبه وانا بقعد اقنع اللعيبه بالتجديد بالحاجات دي. كل اللعيبه بعملها زي بعض، كل اللعيبه. عمري ما جبت سيره سيف ولا عمري عارف في سيف. انا حصل مشكله كبيره بيني وبين سيف، وهي المشكله دي ان سيف راح بيراميدز وانا قلت له ما تسيبش النادي. الناس قاعده فاهمه غلط، تقول لي انت قلت سيف. لا، اللي قال كده كذاب. ده النادي ده خيره علينا، النادي ده هو اللي عملنا يعني، عمل كياني وتاريخي واسمي وكل حاجه، والعيشه اللي احنا عايشينها والعيشه اللي عايشها سيف، النادي ده اللي عملها. يعني انا هقول له كده وانا ما اعرفش اي حاجه عن بيراميدز؟ يعني كلام مش منطقي. انا مش شايف ان دي حاجه كويسه، ودي مش انا شايف ان دي حاجه عيب تتعمل من اداره نادي الزمالك لو اللي كان ليها دخل، او الراجل لو كان ليه دخل يبقى الراجل فقير في الكوره. فقير في الكوره. اه ما الكوره دي بقى في ارضك فيها المتمكن والنص ونص والغني في الكوره، يبقى فقير في الكوره.